اتكلمنا في جزئين قبل كده عن الرماديون وعن صفاتهم وتعاونهم مع البشر من عشرات السنين، وعن اتفاقية جريادة اللي اتعملت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شعب الرماديون، وعن رحلة الإدميرال ريتشارد بيرد اللي نزل جوف الأرض وتواصل معاهم واستلم رسالة منهم لأهل الأرض. لو ما شفتش الجزئين اللي فاتوا هتلاقي اللينك بتاعهم فوق هنا وفي الشرح تحت، وبرضه هنديلك بريف بسيط في الحلقة اليوم عن اللي فاتك في الجزء الأول والتاني لو عايز تكمل الحلقة دي على طول. يلا بينا يلا بينا. فاكرين حادث روزويل اللي اتكلمنا عنها في الرماديون الجزء الثاني؟ الحادثة دي كان ليها فيديو متصور بالصوت والصورة، والفيديو ده اختفى لعشرات السنين. الغريب بقى ان الفيديو الاصلي الكامل لحادث روزويل ظهر تاني على الساحة، واتباع من ايام قليلة جدا في مزاد من مزادات المقتنيات التاريخية بسعر $1,000,000. وفي نفس الوقت هنرجع نحكي لكم تاني عن حادث روزويل بس باختصار، عشان في اسرار كتير تانية ظهرت معانا في موضوع الرماديون بعد بحث قدرنا نوصل لها. نرجع للمزاد اللي اتباع فيه الفيديو. مالك الفيديو واللي باعه في المزاد اسمه اي سانتيلي، قال في المزاد ان الفيديو موثق من وكالة المخابرات المركزية، وانه اشتراه سنة 1992 من مصور عسكري امريكي متقاعد، والمصور طلب منه انه ما يعلنش عن الفيديو ده طول ما هو عايش. طبعا اختيارنا للشهر الحالي اننا نعمل فيه الجزء الثالث من الرماديون ما كانش اختيار عشوائي، وكان بصراحة هو بداية الفكرة اننا نعمل الجزء الثالث من الرماديون. شهر يونيو، وزي ما تقال في تقارير كتيرة جدا عن الرماديون، بيكون ذروة ظهورهم هم واطباقهم الطايرة على سطح الارض من كل سنة. البنتاجون على مدار عشرات السنين أخفى حقيقة وجود مخلوقات معانا على كوكب الأرض، ولكن بعد ضغط كبير من منظمات كتيرة جدا في الداخل الأمريكي، وبعد ظهور الأجسام الطايرة في معظم دول العالم، أخيرا قالوا إنهم شاكين بوجود أشياء لا نعلم حقيقة. بس برضو ده كلام رمادي كده لا ينفي ولا يثبت. بس الأهم بقى إن في نص رسالة اختفى لمدة 80 سنة ورجع ظهر تاني دلوقتي الايام دي، ومحدش عارف ايه سبب ظهور الرسالة دي دلوقتي. الرسالة دي هي اللي طلع بيها الادميرال ريتشارد بيرد متبلغ بيها من ملك اجارسا، والرسالة كانت بتقول ان ثمت عاصفة سوداء هوجاء تجتمع على العالم الان. ومن تحليل كتير من المؤرخين والمتابعين للرماديون قالوا ان العاصفة السوداء الهوجاء دي حدث كبير ووشيك انه يحصل، وهو الخديعة العالمية الكبرى. وهحكي لك بعد شوية ايه قصة الادميرال ريتشارد بيرد. كلامنا النهاردة هيكون صعب شوية وبالعقل والمنطق ما يتصدقش، بس لو انت شايف انك عارف كل حاجة بتحصل في العالم يبقى انت غلطان. الاف من الاحداث بتحصل واحنا ما نعرفش عنها اي حاجة، لذلك حلقة اليوم هتخلي عقلك يدخل في اماكن مظلمة. هناخدك وننزل بيك لبطن الارض ونشوف مع بعض ايه اللي بيحصل جوه. تعال نرجع شوية بالزمن لورا ونشوف الحكاية بدأت منين. القصة ابتدت في القرن ال17 في المانيا بمجموعة صغيرة من البشر بينتموا لطائفة دينية اسمها البافارية المستنيرة. كان ليهم تواصل مع العالم الاخر من الجن، وكان من ضمن معتقدات البافارية ان ليهم اصل غير بشري بيسمى العرق الآري الأبيض. في بعض المخطوطات والشواهد بتقول إنه كان في عرق في الشرق الأوسط اسمه العرق الآري الأبيض من آلاف السنين، ودول كانوا قوم عندهم قوة ومتفوقين على معظم البشر. حتى في بعض المؤرخين كانوا بيقولوا عليهم طبقة رأس الهرم البشرية. البافاريين دول عملوا رحلات استكشافية وبعثات عشان يوصلوا لأي دليل يثبتوا بيه صلتهم بالعرق الآري. وسنة 1712 في واحدة من بعثاتهم اكتشفوا آثار غريبة لحضارة ما يعرفوش عنها حاجة، ومركبات متطورة جدا بس قديمة جدا وعمرها يتعدى 5000 سنة. لقوها فين بقى؟ في أفغانستان. ولمدة 200 سنة بعدها فضلوا البافاريين يتتبعوا الآثار القديمة عشان يوصلوا لجذورها وأصولها، ويثبتوا إن العرق الآري كان أذكى وأفضل من البشر في كل الأوقات. سنة 1902 كونوا طائفة من داخل البافارية
وسموها الفاريا، وبنوا قلعة في ألمانيا اسمها جيفلسبرغ، ودي بقت مقر للطقوس الخاصة اللي بيعملوها في اجتماعته. جمعوا في طائفة الفاريال مختلف الأشخاص من الطبقة الكلاسي من البافاريا، علماء بقى ورجال سلطة ومشاهير ورجال مال ورجال دين من كل أنحاء ألمانيا. كانوا بيعملوا طقوس بيتواصلوا من خلالها مع الجن والعالم الآخر، وكانوا بيقدموا تضحيات بشرية أغلبها من الأطفال. هم عملوا الطقوس دي ليه؟ أو كان إيه السبب من تشكيل الطائفة الجديدة؟ كانوا عايزين يسألوا أهل الجن إن هل في سكان للأرض غير البشر؟ وهل الأثار اللي اكتشفوها في أفغانستان ليها علاقة بيهم ولا لا؟ والرد كان إن الأثار والمعدات اللي لقوها ترجع لكائنات اسمها The Grey أو الرماديون، وإنهم عايشين في باطن الأرض السفلية، وعندهم علم البشر بكل تطوره ما قدرش يوصل ولو لجزء بسيط منه. طبعا انت فاكرني بحكي لك قصة، بس ايه رأيك ان في الجزء اللي جاي هعرض لك فيديو موثق بالصوت والصورة لتلات افراد من الرماديون وقعوا في ايد جيش دولة من الدول الكبرى. فلو قلبك جامد كمل للنهاية، اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص، والنهاية هتكون أغرب بكتير وانت هتصدق لأنه كله بالشواهد والأدلة والإثبات. المهم، فاكرين في الحكايات اللي كنا بنسمعها عن الحرب العالمية التانية لما قالوا إن ألمانيا قبل الحرب العالمية التانية سيطرت على العالم كله بقيادة هتلر، بس عن طريق أسلحة متطورة محدش في العالم كله كان عنده معرفة هي قدرت تطور السلاح والتكنولوجيا دي ازاي وامتى؟ هقولك انا ازاي وامتى. طائفة الفاريال اما وصلت للمعلومات بتاعت ان في مخلوقات تانية اسمها الرماديون عندهم تطور كبير وعلم كبير وتكنولوجيا محدش قدر يوصل لها، خدوا الكلام ده كله ورفعوه للجهات السيادية في ألمانيا. فطبعا الجهات دي كانت عايزة توصل بأي طريقة للعلم والتقدم اللي كان موجود عند الرماديون. تواصلوا مع الرماديون وهقولك ازاي بعد شوية، وحطوا اتفاق ما بينهم وما بين بعض، لكن الرماديون كان عندهم شرط واحد بس، انهم يسيطروا على العالم من خلال ألمانيا. وتم التوافق وتأسيس النازية لبداية عالم جديد، وتم اختيار شخص هتلر بشكل خاص، وما كانش بصورة عشوائية، تم اختياره عن طريق بعض الطقوس ومش بالصدفة. سنة 1933 بدأت ألمانيا تطبق التقنيات اللي خدوها من الرماديون، وكانت النتائج مذهلة بمعنى الكلمة. خلت ألمانيا اتقدمت على كل دول العالم في القوة والعلم والسلاح بما يعادل 100 سنة فرق. بعدها تم استضافة الرماديون في قاعدة نورمان العسكرية في احتفال موثق بالصور والتقارير. استخدمت ألمانيا الأطباق الطائرة في حروبها على الدول المجاورة، وبعد سنين من تربع ألمانيا على عرش العالم يشاء القدر أن تهزم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وبعدها استولت روسيا وأمريكا على كل المخططات الخاصة بوسائل التكنولوجيا الحربية اللي وصلت لها ألمانيا عن طريق الرماديون. ولكن أما دخلوا ألمانيا كان الغريب في الأمر أنهم ملقوش أي من المعدات أو السلاح إلا بعض الحاجات البسيطة جدا، ولا لقوا الجيش ولا لقوا هتلر نفسه ولا لقوا الأسطول البحري الألماني، بس قبضوا على كتير من العلماء والمهندسين بتوعهم واحتجزوهم في قاعدة في صحراء نيفادا، ودي كانت قاعدة خاصة بالتجارب الحربية، ودي القاعدة اللي بعدها سموها إيه بالظبط؟ المنطقة 51 المحظورة، اللي لغاية دلوقتي محدش قدر يعرف ايه اللي بيحصل جواها. بس في حادثة مسربة من احد المهندسين اللي كانوا شغالين في منطقة 51 المحظورة، وما تقلقش برضو هكلمك عن الحادثة دي. روسيا وامريكا عملوا معاهدة بينهم بتنص على ان اي نتائج تطلع من مختبرات المنطقة 51 من مخططات النازية تفضل مخفية عن عين العالم كله ومحدش يعرف بيها. فاكرين الشوشرة اللي حصلت سنة 2012 بان تاريخ 12/12/2012 هيكون هو نهاية العالم، وتقويم شعب المايا اللي كان بينتهي في نفس التاريخ ونبقتهم بان العالم هينتهي في التاريخ ده؟ القصة ان التاريخ ده بعض المؤرخين والعلماء قالوا ان هو ده معاد الخديعة العالمية الكبرى، وان فيه شيء كبير هيحصل هيهز العالم وهيشككنا في كل حاجة. وحط 100 خط تحت كلمة هيشككنا في كل حاجة، ما تفهمش ده بقى هل هيكون ظهور الدجال او حاجة تانية هم هيشكلوها لنا، ما نعرفش. بس المهم ان بعدها
هيبتدوا في إجراءات بداية العالم الجديد اللي زي ما انت عارف طبعا متمثل في حكومة واحدة بتحكم العالم وعملة واحدة ودين واحد ولغة واحدة. والنقطة دي بالذات والخديعة الكبرى دي بالذات هنتكلم عنها بالتفصيل في الجزء الرابع من النهاية إن شاء الله. وطبعا الناس اللي متابعة معانا سلسلة النهاية فاهمة ده كويس قوي، واللي مش متابع هسيب لكم اللينك بتاعها فوق هنا وتحت في الشرح لازم تشوفها. طيب اشمعنى تاريخ 12/12/2012 وما حصلش فيه النهاية ولا الخديعة الكبرى ولا حاجة ليه؟ طبعا هم كانوا بيمهدوا قبل التاريخ ده بكتير ان اليوم ده هيحصل فيه حاجة كبيرة، بس ايه هي محدش يعرف. شغل كده ان هم يقعدوا يزرعوا لك الفكرة. وحتى انا والله ساعتها افتكر اني كنت مترقب اليوم ده جدا واللي هيحصل فيه، لاني كنت متابع ومهتم من زمان بالمواضيع اللي زي دي. وساعتها كمان عملوا في 2009 فيلم اسمه 2012 نهاية العالم لو تفتكروه. اما عملوا سفن حملوا عليها صفوة البشر وسابوا باقي البشر تموت، وبعدها نزلوا عمروا وبنوا العالم من جديد. ودي كانت الرسالة من وراء الخديعة العالمية وهي بداية العالم الجديد والمليار الذهبي. طيب ليه الخديعة اتأجلت وما حصلتش في نفس التاريخ؟ عشان في أجهزة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجماعي، ودي من خلالها بيلموا معلومات عن كل حاجة بتفكر فيها أو بتتكلم فيها. ومثال على ده، عارف انت البرامج الهبلة بتاعت الفيسبوك اللي يقولك ادخل شوف شكلك هيبقى ايه بعد 20 سنة والكلام الفاضي ده؟ حضرتك شاكرا بتدخل تتسأل شوية اسئلة ملهمش اي علاقة بشكلك ولا اي حاجة، وبعدها يقولك مبروك انت شبه عمر الشريف، وانت طبعا جميل تفرح وتشير. هو ضحك عليك، خد منك شوية معلومات بيشكل بيها وعيك، وهو كمان عنده شوية معلومات ليك اللي حضرتك بالفعل مسلمها للفيسبوك بدون أي تعب منه، زي معلوماتك الشخصية، بتحب إيه، بتكره إيه، وبياخد ده على ده ويشكل وعيك، بتفكر في إيه وإزاي وإمتى، ويفضل على مدار سنين يتابعك ويغير صورة وعيك عنده على مقدار تغييرها وعلى مقدار اهتماماتك اللي بتبان في كل كليكة بتدوس عليها في الفيسبوك أو غيره. المهم أجهزة مراقبة الوعي دي قالت إنه لأ، الوقت غير مناسب، وخاصة كمان ان الشرق الاوسط كله كان مقلوب. الهدف هنا اني اقعد ازرع لك الفكرة من كل اتجاه، اعلانات مشاهير بتصدقهم، ممثلين، سياسيين، اطباء، يوتيوبرز، تحس ان الخدعة بقت واقع، وده اللي بيسموه زراعة الافكار. ازاي ازرع لك فكرة من العدم جوه عقلك فتصدقها وتقتنع بيها ومع الوقت تدافع عنها حتى لو انت ما شفتهاش طول حياتك. المهم نرجع تاني لورا لألمانيا والحرب العالمية التانية. بعد ما دول الحلفاء دخلوا برلين وخدوا كل المستندات والأوراق والخرائط والمخطوطات بتاعة الجيش النازي، لقوا حاجة منتهى الغرابة، لقوا خريطة فيها ثقبين أو فتحتين من الجانب الشمالي والجنوبي. الغريب بقى أكتر إن اللغة اللي مكتوب بيها الخرائط دي وشرحها لغة غريبة ولغة انقرضت من آلاف السنين، وهي اللغة السنسكريتية. خدوا البيانات والمعلومات اللي في الخرائط على محمل الجد جدا، وبعتوا بعثة بعدها على رأسها الأدميرال ريتشارد بيرد عميد السلاح الجوي الأمريكي. عشان إيه؟ عشان يستكشف القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وتكلمنا عنها بالتفاصيل في الرماديون الجزء الأول والتاني، وكانت النتائج غريبة جدا جدا. سجل ريتشارد انه لقى حفرة قطرها 400 كيلو متر تقريبا، وقدر يحدد ابعادها عن طريق طيرانه فوق القطب الشمالي، وقال انه ما قدرش يحدد عمقه قد ايه من كتر ما المساحة تحت مهولة. وفي رحلته فوق القطب الشمالي في الليل لقى انوار ملونة وغريبة بتخرج من الفتحة دي، واللي سموها بعد كده بي اورورا او الشفق القطبي. طبعا الموضوع مخلصش هنا، ودي كانت بداية معرفة أمريكا بوجود شيء غريب في باطن الأرض. لسه ما خلصناش وهنكمل مع بعض الحلقة الجاية، وهيكون اللي جاي أقوى بكتير. ده احنا هنعرض لك فيديوهات لأول مرة تتعرض، احنا لسه يدوب بنقول عناوين بس. أهم حاجة اكتبلي في التعليقات تحت انك منتظر الرماديون الجزء الرابع، وادينا لايك تقديرا منك لمجهودتنا، واوعى تنسى تشوف الحلقات اللي فاتت وبالذات سلسلة النهاية، واشترك في القناة عشان توصلنا لخمسين ألف مشترك، وفعل الجرس. كل أمنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. أنا كريم العدوي، إلى اللقاء في حلقة جديدة.